صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايوه، عنوان الفيديو زي ما انتم شايفين كده ان كفايه اسنان انا اللي كاتبه، والثمبنيل انا اللي عاملها. اللي عرفني من 4 سنين انا الوحيد اللي كنت بقول يا جماعه ادخلوا اسنان، مجال اسنان في تخصصات كتير وفي امل كبير ان انت تقدر تتفوق فيه. بس مع مرور الايام، مع مرور السنين، الحال اتغير بشكل كبير، لحد الشخص اللي من 4 سنين بقى بيقول حاجة مختلفة السنة دي، بيقول إن كفاية أسنان. فعلا كفاية أسنان، لأن في تغير في الحال كبير في المجال بتاعنا، في تطور كبير جدا 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 حصل خلال ال4 سنين اللي فاتهم، بداية من 2020 لحد دلوقتي 2023. لا، مجال أسنان شاف أكتر فترة في تاريخ المجال ده في تطور، وعلى أساس التطور ده انا جاي اكلمكم النهارده واقول لكم ان في تخصصات تانية نسبة نجاحك فيها دلوقتي اكبر بكتير من نسبة نجاحك في اسنان، لان نسبة العوائق اللي ممكن تقابلها في اسنان بقت كبيرة جدا جدا، ودي يعتبر حاجة بتصعب من نسبة نجاحك في المجال ده. اللي يعرفني انا دكتور اسنان، وفي نفس الوقت انا مدرس بشرح مواد اسنان من سنة اولى لحد سنة خمسة، فانا من مصلحتي ان العدد يفضل زي ما هو. بمناسبة أعداد أطباء الأسنان في مصر، وخصوصا دلوقتي بتكلم عن طلبة أسنان في مصر، الأعداد مهولة جدا جدا جدا، مع زيادة عدد الجامعات وزيادة دخول الكلية عدد كبير من الطلبة، للأسف الشديد الأعداد بقت كبيرة. أنا بالنسبة لي كمدرس بشرح مواد أسنان، أنا من مصلحتي إن الناس تدخل أسنان، بس أحيانا المصلحة العامة بتكون أهم كتير جدا من المصلحة الخاصة، وده اللي خلاني أجي أتكلم معاكم دلوقتي. عشان لا يا جماعة، مجال أسنان مش المجال اللي أنتوا شايفينه من بره، في كلام كتير جدا ممكن اقوله. مجال اسنان اللي انت بتدرسه في 5 سنين، خلينا متفقين ان المواد مش سهله، بيكون في بعض الضغوطات النفسيه كتير جدا جدا اللي بتقابلها، وخصوصا في سنه رابعه وفي سنه خمسه. بعد كده انت بتاخد سنه الامتياز اللي بيكون فيها مرتب، معلش، 2000 جنيه، ده مش حاجه خالص مقارنه بالاسعار اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. بعد كده التكليف، السؤال التكليف هل انت ضامنه؟ ما عادش مضمون نهائي. دفعة 2024 اللي هتتخرج في 2024 لما يجي يعوزوا ياخدوا تكليفهم في 2025، محدش ضامن ان هو ياخد تكليفه ده اذا اصلا هياخدوه في 2025، اذا ما تاخرش 2026 او 2027. فالتكليف اللي في ناس كتير جدا جدا كانت بتستند عليه، للاسف الشديد ما عادش مضمون خالص، ده بقى ممكن يتلغى بشكل رسمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت عشان تقدر تتخصص في مجال معين من مجالات اسنان الكتير. بالمناسبه يا جماعه، اسنان مش مجرد بس الاسنان اللي انتم شايفينها دي او الماوث ده، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. احنا عندنا 11 تخصص، في تخصصات كتير، عندنا جراحه، عندنا تقويم، عندنا تركيبات ثابته، عندنا تركيبات متحركه، عندنا حشوات، عندنا تخصصات كتير يا جماعه، عندنا اطفال. فعشان تقدر تتخصص في مجال فيهم، فانت محتاج ان انت تستنى بعد التخرج بتاعك سنتين عشان تقدر تقدم ماستر، واللي بالمناسبه انت مش ضامن نهائي ان انت تتقبل فيه من اول سنه، هتحتاج تعيد الكلام ده السنة اللي بعدها. يعني انت ممكن تضيع 6 7 سنين لحد ما تتخصص، ووقت ما تتخصص ساعتها بقى المراكز الكبيرة هتبدأ تقبلك، ساعتها تقدر تسافر بره مصر. يبقى ده معناه ان انت ما تقدرش تسافر بره مصر غير لما تتخصص، يعني على عمر ال 30 افريج كده، عند عمر ال 30. يعني انت ما تقدرش تسافر وتشتغل بره مصر غير عند عمر ال 30، ما تقدرش تشتغل في مراكز كبيرة هنا في مصر غير عند عمر 29 30 سنة، وتقدر تضمن ان انت تاخد مرتب محترم يقدر يعيشك في الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ففي حاجات كتير يا جماعة محتاجين نتكلم فيها، سواء الاعداد اللي زادت جدا جدا جدا، ودي يعتبر من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجه اي خريج اسنان. رقم اتنين، اللي ما عندوش مقدرة مادية كبيرة يا جماعة ان هو يدخل ابنه طب اسنان، نصيحة لله بلاش. طب اسنان يعتبر من اكتر المجالات اللي محتاج ان انت تصرف فيه جدا، سواء كان على الدراسه نفسها، سواء كان على الخامات اللي انت بتجيبها لابنك اثناء الدراسه، سواء كان بعد التخرج فهو محتاج ياخد كورسات، او بعد كده محتاج ياخد الماستر. الكورسات، اقل كورس محترم ب 5000 جنيه في التخصصات اللي هي اللي مش كبيره، اما بعض التخصصات الكبيره زي الزراعه وزي التقويم، لا، انت بتتكلم في 50 و60 و70 و80 الف جنيه فما فوق. انت متخيل الارقام؟ محتاج تدفع 5000 جنيه في كورس 4 ايام، فلا، هي محتاجه مقدره ماديه كبيره. فعشان ما تظلمش نفسك وتظلم ابنك، لو انت المقدره الماديه بتاعتك ما تساعدش على ده، صدقني بلاش اسنان. ولو جينا نتكلم في ناحيه تانية خالص، المراكز والعيادات، انا متاكد ان اي مدينه بقت مشبعه بشكل كبير بعيادات الاسنان. طب انت هتروح فين؟ طب انت لو حبيت تعمل عياده هتكون فين؟
طبعا الارزاق بتاعت ربنا، خلينا متفقين على النقطه دي، وان التوفيق بتاع ربنا من ربنا، هو الموفق وهو اللي هيوفقك ايا إن كان انت هتشتغل فين ومع مين او انت هتفتح عياده فين، كل الكلام ده احنا متفقين عليه. بس لا، الوضع بقى مختلف يا جماعه، بجانب كمان وخلينا متفقين ان الوضع الاقتصادي بتاع البلد بيخلي الناس اللي كانت متعوده ان هي تروح عيادات هاي كلاس، لا ما عادوش قادرين او ما عادش عندهم القابليه ان هم يدفعوا الفلوس دي في العيادات دي، فبداوا ينزلوا للعيادات اللي تحتها، بداوا يروحوا للعيادات الشعبيه. طب الناس اللي كانت بتروح عيادات الشعبيه ما عادش عندهم القابليه والرفاهيه، حرفيا بقى اسمها كده، ما عادش عندهم الرفاهيه ان هم يدفعوا فلوسهم دي في العيادات دي، فبداوا يروحوا للمستشفيات والمجمعات الخيريه والكليات، عشان ما فيش يا جماعه. الوضع الاقتصادي بتاع البلد هو ليه دور كبير جدا جدا في الوضع اللي احنا كلنا فيه دلوقتي، ففي اسباب كتير وفي عوائق كتير ممكن تخلي اي حد يفكر مره واثنين وثلاثه واربعه قبل ما يدخل اسنان او قبل ما يدخل ابنه اسنان، بجانب ان اي طبيب اسنان دلوقتي هتلاقي جنب المهنه بتاعته في شغلانه تانية، في بيزنس تاني، لان اسنان لوحدها في الفتره الحاليه ما عادتش كافيه. فيا جماعه تعالوا نرتب الامور مع بعض كده. رقم واحد الموضوع المادي، دي نقطة مهمة جدا جدا، الأعداد، أعداد العيادات والتشبع اللي موجود دلوقتي داخل جميع مدن مصر من العيادات والمراكز. كمان يا جماعة فكرة إن أنت تتدرب دلوقتي، أنت محتاج إن أنت تتخرج وتتدرب عشان تشتغل، الموضوع ما عادش بالسهولة دي، لأن في تشبع من أعداد الدكاترة اللي بتدربهم أو باللي بيشتغلهم، فنسبة كمان إن أنت تلاقي شغل ما عادتش أسهل حاجة. ففي كلام كتير جدا جدا جدا. انا والله يا جماعه انا عمري ما كنت صاحب طاقه سلبيه، ودايما اللي عرفني واللي عارفني واللي مصاحبني عارف ان انا دايما بحب ان انا انشر الطاقه الايجابيه، بس ده يعتبر اول فيديو بتكلم فيه عن اسنان بشكل حقيقي واقعي. انا بتكلم عن الواقع يا جماعه، الواقع الاليم اللي انا زعلان وانا بتكلم عنه، لان ده ما كانش الواقع اللي من 5 سنين، ما كانش الواقع من 4 سنين، لا الواقع ده بدا يبان قوي السنتين دول في 2022 و2023، بدا يبان الواقع ده وبدا يتضح مع التطور اللي بدا يحصل. بقى في فارق كبير موجود ما بين فئتين، فئه من الدكاتره موجوده فوق جدا وفئه من الدكاتره موجوده تحت، اما هتفضل معاهم تحت او محتاج دفعه كبيره جدا جدا عشان تطلعك لفوق. التوفيق عامل كبير جدا في نجاح اي حد، خلينا متفقين على النقطه دي. فانا اسف لو اديت لاي حد طاقه سلبيه، نيجاتيف انرجي دي مش عادتي خالص ومش طبيعتي، ودايما انا اكتر واحد بتحلى بنقطه التفاؤل، ان خليك دايما متفائل، بكره احسن، الامور هتبقى حلوه، ربك هيسهلها. بس انا دلوقتي موجود هنا عشان انصح الناس اللي لسه عايزه تدخل اسنان او عايزه تدخل تخصصات تانية. انا هتكلم دلوقتي عن تجربه شخصيه، كل اللي فات ما كانش تجربه شخصيه خالص، انا بتكلم عن واقع انا شايفه بعيني. التجربه الشخصيه بتاعتي مختلفه شويه، بس انا دلوقتي هتكلم بقى عن تجربه شخصيه لان هي خاصه باخويا. السنه اللي فاتت كان متاح لي يدخل اسنان، صيدله، جميع الكليات الطبيه، وكان متاح لي يدخل مجال الحاسب او اللي بنسميه حاسبات ومعلومات، اللي هو البرمجه والديزاين، وان هو ممكن يكون اندرويد ديفلوبر او ويب ديفلوبر او ايا كان. انا اول واحد قلت له بلاش اسنان، مع ان وجودي معاه في اسنان ده ممكن يسهل له امور كتير جدا جدا في حياته، بس انا اول واحد قلت له لا، في تخصصات تانية ممكن تبص ليها، في ذكاء اصطناعي، في حاسبات ومعلومات، انا اول واحد قلت له خشها. لو قدر ان هو يمشي في مجال البرمجه اللي احنا متفقين ان هو صعب، بس لو قدر ان هو يمشي فيه 4 سنين هيلاقي الدنيا كويسه بالنسبه له، وكمان سوق العمل بتاعهم مش مشبع زي سوق العمل بتاع اسنان. لو مثلا ممكن يدخل بيزنس، وانا اكتر واحد بحب البيزنس، والناس اللي تعرفني عارفه ان انا عايز اخد الام بي اي اللي هو الماستر بتاع البيزنس، فمجال البيزنس محترم جدا جدا وليه مستقبله. ففي مجالات كتير يا جماعه تقدروا تبصوا ليها بعيدا عن المجالات الطبيه، كذلك والله مجال صيدله نفس الكلام، بتاع اسنان هو نفس الكلام يا جماعه اللي بيتقال على صيدله، اسنان وصيدله يعتبرهم هما الاثنين على نفس المركب، ممكن بشري مختلفه شويه بس اسنان وصيدله على نفس المركب. فيا جماعه كفايه قوي البريق اللي احنا حاطينه على الكليات الطبيه وان ابني دكتور، لا يا فرحتي بابنك وهو مش شغال في الاخر. وصلنا لايه؟ وصلنا لايه لابني دكتور وفي الاخر مش شغال، مش قادر ان هو يبني اسره، مش قادر ان هو يصرف على اهله او يصرف على مراته او يصرف على عياله. طب ليه نوصل للمرحله دي طالما في مجالات وتخصصات تانية نسبه ان هو ينجح فيها بتوفيق ربنا اولا واخيرا اكبر شويه من نسبه نجاحه في اسنان او في صيدله او في الكليات الطبيه اللي كل الناس كانت بتجري وراها. فلا يا جماعه بصوا للموضوع بشكل اوسع من كده،
بلاش ان احنا نبص تحت رجلنا، بلاش ان احنا نقول خلاص هيبقى دكتور وخلاص وافرح بيه بس وبعد كده. فوالله تاني وتالت ورابع دي مش طاقة سلبية قد ما هي نصيحة. انا بنصح اخواتي اللي لسه هيدخلوا اسنان او لسه هيدخلوا اي مجال طبي، لا فكر تاني وتالت ورابع، بص للموضوع واسأل، سيبك مني خالص، اسأل الناس اللي حواليك، شوف الطلبة اللي حواليك في اسنان، شوف الدكاترة اللي حواليك دكاترة اسنان واسألهم وشوف الوضع بنفسك وانت قرر. اما ان انت تدخل حاجه بناء على سمعه قديمه من 5 6 10 سنين وبناء على الرونق اللي موجود دايما حوالين دكاتره الاسنان والفلوس ومش عارف ايه، لا يا جماعه الوضع دلوقتي مختلف، الوضع دلوقتي حرفيا مختلف، اما كده واما كده. فانت اسال واستخير ربنا، وربنا موفق في اختيارك ايا كان اختيارك هو ايه. وعموما لو قررت ان انت تدخل اسنان فهتلاقيني معاك طول ال5 سنين بشرح مواد اسنان وبشرح شغل عملي خاص باسنان، فهتلاقيني معاكم. انا من مصلحتي ان انتوا كلكم تدخلوا اسنان عشان هتكونوا متابعين معايا. بس تاني وتالت ورابع هي نصيحه قبل ما تكون مصلحه خاصه بالنسبه لي. بالتوفيق ان شاء الله في اختياركم، ان شاء الله ربنا يسعدكم ويوفقكم، ويلا السلام عليكم.